هو الأثمنة ما بين وبين، كاين المليح وكاين اللي شوية وكاين اللي تقريبا ما بين، كاين 100 وكاين 120، كاين 80، كاين 50، كاين 60. كاين الإقبال، كاين الإقبال، يعني الناس كيجيو فيها، كاين الإقبال، كاين الإقبال تبارك الله. بالنسبة للحوالة ديال اللي جاي من الإسبانيول وهذا، هو هذا المكان ما كاينش الحوالة ديال الإسبانيول، كاين الحوالة ديال المغرب. منين جاينا؟ من الشياضمة. أيه الصويرة. الإقبال أي واحد دابا كيجي كيبيع عادي. أيه هانية الحمد لله، الوقت هنايا مزيانة، كلشي الحوايج ماشيين بخير وعلى خير. أكثريا كيتقضوا السردي. أغلبية لا الأثمنة كله وجدوا كلشي كاين. كاين 120، كاين 110، كاين 100، كاين 80، كاين حتى 50,000، كاين حتى 40,000. كاين كاينين ديال 40,000، كاينين ديال 50. كاين كلشي كاين. أي الأثمنة ديالنا موازنة، ما كاين داك الغلاء اللي كنقولوا كاع مرتفع، ما كاينش داك الشيء. داك الشيء هو هذاك. بالنسبة للأثمنة تقريبا شحال؟ الأثمنة من 6000 درهم، من 6000 درهم حتى 200 الفرنك، كلها هو اللي بغى شي حاجه كيشريها. يعني كاين الحولي ديال، كاين الوجد، كاين الوجد الناس ديالنا راه زوك الحولي الا جابوا الراجل وكيقول فيه 6000 درهم رجعت عليه. شحال جبتي انت؟ شحال مره الحولي جبت انا؟ 70 راس. شحال تقريبا بقى؟ جبت بقاو منها شي 10 دروكا. اي كنبيع ب 80، كنبيع ب 70، كنبيع ب 65، كنبيع ب 60، كلها هو. شنو هو السبب علاش ارتفع شويه الثمن وخصوصا في هذا العيد هذا؟ واش على حساب الالف ولا الناس ديالنا؟ الكسب بارك الله فيك بقى بدا كيقلال. الناس ديال البوادي، الناس ديال البوادي اللي كانوا كيكسبوا ديك النعجه اللي كتولد الخروف، ها النعجه داها الجفاف. الجفاف هو اللي تسبب كل في هاد الشيء، كل شيء، وهاد الشيء ديال السعر اللي تسعرت هاد البهيم وارتفعت في الثمن هو سبب الجفاف من عند الله تعالى. والاعلاف غلا، والراجل كيشري دوكا خروف ب 50,000 صغير، كيقول على عندنا 8 شهور كيوكل فيه. غادي يديروا هذاك الخروف كياكل 500 درهم في النهار ما تقدوش، من حدو زايد كيكبر هو كياكل حتى كيولي ياكل 10 درهم. شاري هو ب 50، هايا 250 الف فرنك، وغادي نحسبوا لك كياكل 10 درهم في النهار، وضرب عمليه حسابيه ل 8 شهور شحال بيولي هذا الخروف. خلي التعب ديالو، خلي الراجل الى مات لي شي خروف، خلي الدواء، خلي الترانسبور، خلي تمرتو. هاد المهنه ديالنا كتبان لي بدات كتنقاد. الدوله بارك الله فيك، خاص الدوله تحزم لها كترخص الاعلاف. الدوله حتى هي مجد الرويزه، وان الرويزه راه ما غاديش هي تسمي لك البهيم. الرويزه راه خاصها معمها، خاصها البشنه، خاصها الشعير، خاصها الفيليه، خاصها الزرع البلدي. الزرع البلدي بدا كينقاد اللي بقى. شنو كتعطيهم هادو دابا؟ شنو؟ ها؟ شنو كتعطيهم؟ هادو ديالنا كنعطيهم انا، كنعطي البشنه، كنعطي الزرع البلدي، كنشري لهم 6 درهم. الرويزه كنشريها ب 3 درهم. البشنه كنشريها 4600 الخنشه. البوشون كيدير 5000، كاينه 6000. كل بلاصه كل بلاصه. وبنادم دروكا ديالنا كيدير واحد القضيه، كيدير باش يروج شويه. وما الا جيتك يعني السبب انت هو انه الناس ما بقاوش كيكسبوا، ما بقاوش كيكسبوا. المساله الثانيه هي الجفاف. الجفاف الاولى الكسبه ولدي، الجفاف كيضرب البلاد، كتجيح الكسب، كينقاد. الثانيه العرض ديالها فاش تسرح ما بقاتش، اللي قابلها ما بقاش. هاد الاجيال ديال دروكا ما غاديش يقابل لك، ماهيش مهنته هذاك الشيء قابلها. الناس بحالنا حنا اللي كانوا كيصبروا البهيم ويتعبوا عليها وكيجي الخير ما بقاش داك الشيء. وشنو هما الانواع اللي كيبغيو الناس بزاف؟ السردي، واش هذوك ديال السبليون، شنو؟ الانواع اللي كنذكر انا هي بهيم المغرب، هايا والسردي اللي تبارك الله فيه الجوده وفيه الديكور وفيه اللون وفيه كل شيء. وتا هذاك الشيء ديال الصبليون الا كرفت لواحد الضروره وعطات الضروره وكرفت الضروره وكانت فقده شويه يقدر يخفض شويه على 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 ديال البلاد. يقدر الا كان هذاك في الاثمنه طالع يقدر هذاك يكون يرخص شويه. تا الا لقى بالي واحد حولي دوكا كيدير 6000 درهم يقدر يمشي لهذاك ب 70. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.